ورجعنا لحضراتكم مره تانيه وهنتعرف معاكم على الحاله الجويه بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على كافه الانحاء. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه عن حاله الجو. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. عايزين نطمن عن حاله الجو، لان طبعا احنا في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره، وصلنا امبارح كنا 40 والنهارده 38 ومع الصيام فصعب جدا. بالفعل يمكن احنا منذ الامس بنشهد ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه. الارتفاعات دي هتكمل معانا النهارده كمان، وبالفعل متوقع العظمى على القاهره الكبرى اليوم تكون 38 درجه مئويه، في طبعا درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي 8 ل 9 درجات. الطقس بالفعل خلال فتره النهار هيكون شديد الحراره على كافه مناطق الجمهوريه فيما عدا طبعا سواحلنا الشماليه الغربيه، الطقس بيكون عليها مائل للحراره، يمكن دي المناطق الوحيده اللي هتشهد انخفاض في درجات الحراره، لكن باقي مناطق الجمهوريه عليها ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. ايضا خلال ساعات الليل ومع غياب اشعه الشمس هتظل درجات الحراره مرتفعة ما بين 19 و 20 درجة مئوية، والأجواء هتكون معتدلة الحرارة أيضا على كافة الأنحاء خلال فترات الليل. كمان اليوم في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيكون بعد فترة الظهيرة هيحسسنا شوية بالأجواء تكون أحسن من الأجواء اللي احنا شهدناها بالأمس، لكن طبعا لسه درجات الحرارة مرتفعة. كمان درجات الحرارة وارتفاع في درجات الحرارة ده هيكمل معانا غدا إن شاء الله الخميس، ممكن الخميس كمان متوقع العظمى تكون 39 درجة مئوية، هيكون فيه هدوء في سرعات رياح، فالطقس شديد الحرارة لسه مستمر معانا ليوم الخميس. طب اعتبارا من يوم الجمعة احساسنا طبعا احساسنا بحرارة الجو الشديدة دي، ده بسبب ان الرطوبة بدأت ترتفع مرة تانية؟ لا، هي درجات الحرارة مرتفعة لكن نسب الرطوبة منخفضة جدا، يعني نسب الرطوبة لا تتجاوز ال 50% خلال فترات الليل، 20% خلال فترات النهار، فنسب الرطوبة منخفضة، لكن هي درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ عشان احنا كده بدأنا نحس بارتفاعات درجات الحرارة في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فاحنا بنقول نسب الرطوبه منخفضه فمش هنحس بارتفاع درجات الحراره زي فصل الصيف، لكن التعرض المباشر لاشعه الشمس هو ده اللي بيزود احساسنا بارتفاعات درجات الحراره، عشان كده احنا دايما بننصح الساده المواطنين يعني تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. وهالموجه دي هتنكسر ان شاء الله يوم الجمعه، صحيح؟ بالظبط، من يوم الجمعه هتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، هيبقى كمان في نشاط للرياح هيساعد على الاحساس بانخفاضات درجات الحراره. هتكون الظاهره المؤثره هي عوده الشبوره المائيه في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل، وانخفاضات درجات الحراره دي هتكمل معانا لبدايات الاسبوع. اكيد احنا بنتابع مع حضرتك يوميا الحاله الجويه، اكيد هنكلم حضرتك بكره ونتابع معاكي خلال الايام القادمه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدا من القاهره والعظمى 38 والصغرى 20، الاسكندريه 28 17، مطروح 26 17، سيوه 41 20، بورسعيد 33 20، دمياط 32 20، الاسماعيليه 39 20، السويس 38 20، العريش 37 20، طابه 35 21، كاترين 30 26، شرم الشيخ 38 24، الغردقة 36 23، الفيوم 40 21، بني سويف 40 21، المنيا 40 21، أسيوط 41 22، سوهاج 42 23، قنا 42 24، الأقصر 42 24، أسوان 42 25، الوادي الجديد 42 25، شلاتين 36 22، وأخيرا حلايب 32 21. بكده طمنا حضراتكم على الحالة الجوية. هرجع مرة تانية لأحمد ومنة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا لك.